مي عمر مش ممثله وحشه، بس هي واخده، هي سابقه يعني، هي سابقه فرصتها بكتير يعني. انت دي فرصتك دلوقتي، مش هقول دور تاني، ممكن تاخد دور البطوله بس مش بالصوره دي. بس لا، هي محتاجه تشتغل على نفسها كتير، والدور كبير قوي على مي عمر، الدور كبير قوي على مي عمر، والسيناريو مش خادم اي حد في المسلسل يعني، السيناريو موقع الناس كلها. منة فضالي عامله دور حلو، ملك زاهر في وسط الكوميكس اللي بتتعمل، وان عيلة زاهر، انا عجبني تمثيل ملك على ليلى على فكرة، ودي برضو حاجة من الحاجات اللي لفتت انتباهي، لان احنا ما شفناش ملك قبل كده. ريم سامي عن السنة اللي فاتت في البرنس في تطور، ولكن برضو لسه شوية يعني. ريم سامي لو انت طلعتها من برة فكرة انها اخت محمد سامي، كنت هنقول ان الدور كبير عليها شوية، بس هي احسن من السنة اللي فاتت.